لحظتي الآن. سبونج بوب، هذه القشة الأخيرة. سأرحل إلى مكان بعيد، سأفخر ببعده عنك. أفضل أن أمزق خلايا عقلي وأحملها إلى أقرب تقاطع طرق وأنط بها الحبل على الاستمرار في العيش معك هنا في قاع الهامور. مرحبا. نعم، كيف أساعدك؟ جئت من أجل السعادة، سأنتقل إلى هنا. هل أنت وحدك؟ لا، يعني نعم، لا أحد معي. نعم، الهدوء والسكينة. هل أنت إسفنجة أو كنت من قبل؟ لا. ماذا عنا؟ لا، لا نجم البحر، أنا كائن بحري طبيعي ومسالم. السعادة أخيرا. أوه، رأيت أشخاصا منتبهين أكثر في دار المسنين. أين يقام مؤتمر الأغبياء؟ لا تتأخر. سمعت ردودا أفضل من شطيرة الديك الرومي. ابتعد. هذا المكان أفضل مما توقعت. 302، 303، 304، رائع. لا أثر لثمرة أناناس واحدة. انظروا، الجميع يركبون دراجاتهم. الحياة أفضل كل يوم، الجميع معا. أنا لا أرغب في العزف على الكلارينيت اليوم. نعم، هذا رائع. لابد أن يطلق اسم عالم شفيء على هذه البلدة، أو ربما عالم جميل. سبونج بوب، لا، لمسة دورك. ما طلبكما يا شباب؟ إلى ما تنظر؟ هذان. هذه هي البلدة، يجب أن نقنع شفيء بالعودة إلى قاع الهامور. معك كعكة الاحتضار؟ نحن مستعدان. اقرأ هذه. ما هذه؟ إن هذه قائمة شكاوى ضدك يا مستر حبار. بسيط، انظر، إنه شفيء. شفيء، عثرنا عليك. ابتعد عني، أنا لست شفيء. هل أصبحت شفيء الآن؟ شكاوى؟ أفي هذه البلدة شكاوى؟ يجب أن يكون هناك قانون يمنع هذا الكم من المتغطرسين معا. يجب تدمير هذه البلدة أو طلاؤها بلون مختلف. لمعلوماتك، أنت لست مضطرا للعيش هنا. أنت محق، سأرحل في أقرب فرصة. هل أنت شفيء؟ لا. هل أنت شفيء؟ لا. هل أنت شفيء؟ لا بأس، خذ وقتك. أي واحد من هؤلاء يمكن أن يكون شفيء؟ الحرية. على الأقل نعرف أنه ليس هذا الفتى. هذا مقرمشات سلطة؟ لا، هذا بسيط. هذا مقرمشات سلطة؟ لا، هذا بسيط.
هذا مقرمشات سلطة؟ لا، هذا بسيط. لست مقرمشات سلطة. بسيط، هذا اسم المطعم. يا لسخافتي، هناك غبار حول مائدة ثلاثة، نظف الأرضية. ما الفائدة؟ لا أجيد عمل أي شيء. ستكون بخير. يا فتى، هل أنت من بلدة الحمقى؟ واصل المحاولة. أنا أحمل جوائز لسبونج بوب سكوير بانتس. لماذا لا أجيد عمل أي شيء؟ إلى المطبخ. لن أحصل على أي جائزة. لا تستسلم، سأكلفك بعمل سهل، ستفتح برطمانا. سهل، جرب أنت، أمسك البرطمان. بسيط، هذا خيار. نعم. سنفتح برطمانا. لا لا لا، جرب هذا. انزع غطاء البرطمان، اهدأ، ارفع يدك. رائع، اوشكنا. ضعها على الغطاء. الغطاء. لا يا بسيط، الغطاء 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 الغطاء. سننجح، اتجه نحو الغطاء. بارد، أسخن 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 أسخن، اشتعل. هذا يحرق. حسنا حسنا، انتظر، افعل ما أفعله. مثلي تماما تماما، مثلي مثلي، مثلك تماما. يا خبر، كسرته. لا يا بسيط، فتحت. حقا؟ هدف رائع. أوقعت ملعقتي. أوقعت ملعقتي. نعم. لماذا تفعل هذا؟ سأفوز بجائزة مثلك. هذا مزعج، توقف توقف. أنت ماهر. شكرا. العصفور الصغير طائر له منقار كالسمكة الكبيرة. مثل الأرنب يوجي بوجي. هكذا لن يسمعني، هكذا لن يسمعني. ليت بسيط يعود كما كان، يرغب فقط في تقليدي. أهلا، أنا بسيط نجم. أنا أكسل نجم بحر في قاع الهامور، وليتني كنت أنا ولست سبونج بوب. لماذا تريد أن تكون خاسرا ورديا كبيرا؟ تماما، لم أقترب في حياتي من الفوز بالجائزة قبل البدء في تقليدك. لكن بسيط ليس هنا. توصيل الجائزة. جائزة أخرى. رائع، ما السبب هذه المرة؟ عدم فعل أي شيء لفترة طويلة. بسيط، هذه الجائزة لك. ماذا ستفعل الآن؟ سأحافظ على مركزي. سبونج بوب اذهب، اهرب مثل الأرض.
الآخرين. لا أحد يريد صاحباً قبيحاً مثلي. بل يريدون، هذا يشعرهم بالرضا تجاه مظهرهم. قد يبهجك سماع قصة اسمها البحري القبيح. يحكى أنه كان هناك بحري قبيح للغاية هرب منه الجميع. النهاية. هذا لم يساعدني. منذ متى؟ منذ متى وأنا قبيح يا بسيط؟ منذ أن أتذكر أيها المسكين القبيح. ساعدني، أشعر بالخجل، إنني أنهار، أنا أنهار. شكرا يا بسيط. معذرة، إسفنجة قبيحة تمر. يحترم الناس الثقة بالنفس. أهلا، أنا قبيح جدا، استمتعي بالمشاهدة على أي حال. معذرة يا سيدي، على قبحي لا ينهي سيادتك عن المشاهدة. أبدا يا فتى. لا تلقي له بالا يا سبونج بوب، إنه فقط سبونج بوب. سبونج بوب، ما الأمر؟ لا أستطيع يا بسيط، حاولت وحاولت لكن لست دائما واثقا كما أبدو. ربما يجب أن أعود وأختبئ. ما خطبكم يا شباب؟ هل تخافون من مواجهة القبح؟ حسنا، هنا، انظروا إلي، انظروا إلي، أليس قبيحا؟ مرحبا. انظروا إلي. أهلا. انظروا، 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 أريدكم أن تنظروا إلي. لقد هربوا يا بسيط. هل تريدون سماع مزحة طريفة؟ أتحاول قتلنا؟ لا لا لا، رأيت القبيح. بسيط، هل كل شيء على ما يرام؟ ماذا تفعل يا بسيط؟ هل تريد أن تعرف؟ لماذا تضع كيسا على رأسك؟ لماذا؟ بلا سبب، إلا أنك أعطيتني القبح. ماذا أفعل الآن؟ لن أخرج بهذا الشكل. تذكر ما قلته لي، هناك قوة في القبح. هذا ينطبق عليك، لكن أنا كنت جميلا، الآن انظر لي، صرت قبيحا مثلك. كنت أقول لنفسي، لو كنت قبيحا مثلك لا أعرف ما كنت أفعل. بسيط، ماذا ستقول أمي؟ بسيط، يا خبر، إذا اكتشفت شقيقتي. انتظر، ليست لدي شقيقة. إذا اكتشف البنك، لا يهم، إذا كان حذاؤك قبيحا أو حتى شعرك. بسيط، لست قبيحا، رائحتك كريهة، كريهة جدا. أشعر بالتياف. ما هذا يا بسيط؟ ماذا أكلت؟ بعض اللحم والدجاج والبيتزا. ماذا أكلت في الصباح؟ بعض اللحم والدجاج والبيتزا. وماذا أيضا؟ حسنا، القليل من حلواك. الحلوى. بسيط، الحلوى مصدر هذه الرائحة. ماذا تعني؟ أعني لسنا قبيحين، رائحتنا كريهة. كريهة؟ رائحتنا كريهة، رائحتنا كريهة، رائحتنا كريهة، رائحتنا كريهة، رائحتنا. أهلا يا شباب، إنه عيد الاستكشاف. هنجا دونجا دانجدي. هاي بسيط، إنه عيد الاستكشاف. هناك رسالة. سبونج بوب، خرجت لشراء ورق ضخم. بسيط، ملحوظة، عيد استكشاف سعيد. يا لسوء الحظ، ربما تلعب ساندي معي. رسالة أخرى. سبونج بوب، رحلت إلى الجنوب، تحياتي ساندي. ولما؟ الجو هنا بديع. شفيق، هل تريد اللعب؟ لا. أنت متأكد؟ نعم. للأسف، ليت لي صاحب يلعب معي. وجدتها، سأصنع واحدا. الصاحب العصا.
لا، الصاحب الصخرة. لا، الصاحب الحوض. تقريبا وجدتها. الصاحب الفقاعة. إن هذا رائع. أتطلع لتقديمك لشفيء ومستر سلطة. لا تخجل، تعال. مصاب بحساسية ضد الخبز؟ إنه لا يحب القشرة. شفيء، ضع الكاتشب أسفل البرجر. شفيء، ضع الخيار على اليسار. شفيء، يجب أن... شفيء، 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 شفيء. خذ واحد من كل نوع، لا جبن، لا قشرة، خيار على اليسار، أربع نقاط من الكاتشب، خبز أسمر خاص بلا حليب، وطماطم طازجة من المزرعة. إذا كنت تريد شيئاً آخر، تردد في طلبه. هذه وجبة لذيذة، النقود على المائدة يا مستر سلطة. إلى اللقاء يا شباب. رأيت يا شفيء، أهم شيء في المطاعم هو الخدمة، العميل دائماً على حق. تذكر هذا وستصبح ناجحاً مثلي يوماً ما. أنت محق يا مستر سلطة، تعلمت الدرس. على ذكر هذا، الفقاعة لم يدفع الفاتورة. ما هذا؟ نقود فقاعة. لقد ترك إكرامية. هذه أول مرة له. مرة أخرى أهنئك. فوشار سوداني. مشروبات مثلجة. ساعتان هذا كثير. طفح الكيل. يا صاحبي، هل انتهيت؟ يا شباب، هل التقيتم بصاحبي فقاعة؟ نعم. ما هذا؟ هل هذه حلقة خياطة؟ لا. هل ابتعدتم قليلا بهذه الدبابيس؟ تجعل صاحبي متوترا. سبونج بوب، سيذهب صاحبك. لا 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 لا، لا داعي لهذا، لا تقلقوا. لا، نحن نريد. لماذا؟ أنت وصاحبك تثيران المتاعب. سلمنا الفقاعة. فرق الفقاعة، فرق الفقاعة، فرق الفقاعة. لا، لا يمكنكم، ليس مجرد فقاعة، إنه صاحبي، إنه عزيز علي وأحبه. أليس لديكم أصحاب مقربون؟ صاحب القرش، لن أنفقك أبداً. وداعا يا صاحبي، قطعة اللحم. أصحاب المفاتيح، لعبتي الجميلة، أحبك. والآن ما رأيكم؟ فرق الفقاعة، فرق الفقاعة، فرق الفقاعة، فرق الفقاعة، فرق الفقاعة، فرق الفقاعة. لنري هذا الأمر حتى أعود إلى المنزل وأعزف الكلارينيت. لا. ليس لي رأي في الأمر؟ أراك لاحقاً يا سبونج بوب، الأمور ليست بخير هنا. إلى اللقاء. عيد استكشاف سعيد. مستعد للافتتاح يا بسيط؟ سيصطف العملاء الجائعون أمامنا لأننا مستعدون. أنا مستعد. أنا مستعد. أنا مستعد. بسيط، منذ متى ونحن هنا؟ سأرسم بطارية جديدة للساعة. مستر سلطة كان محقا، ربما فكرتي سخيفة. سبونج بوب، أحياناً يجب أن نغوص في أعماقنا لحل مشكلاتنا. أنا خائف. سأغوص أنا مكانك. آسف، سروالي منفوخ. هل عثرت على
شيء. هل تبيعون الطعام هنا؟ نعم يا سيدي، نبيع برجر جميلا. هذا الشيء أخضر. أخضر. مستر سلطع محق، ماذا سأفعل بكل هذا؟ هل هذا أرجواني؟ إنه اللون المفضل لي. ليس سيئاً يا رفاق، البرجر الجميل أفضل فكرة في العالم. ريك، كيف فعلت هذا؟ أنا وأنت كنا شخصا واحدا. كان هذا السبب، أما الآن فتأفصلنا. نقطع هذا البرنامج من أجل خبر عاجل. هذا الحشد الكبير خلفي يتلهفون على أحدث إبداعات قاع الهامور في الطبخ. لنرى ما الأمر. برجر جميل؟ نرى بوضوح أن البرجر الجميل مطلوب، لكن ما الذي يجعل سكان قاع الهامور يفضلونه؟ يتماشى مع حقائبنا. يذكرني بموطني. البرجر لذيذ مدهش. مستر سكوير بانتس، بما تفسر لنا هذا النجاح؟ لا أدري. كيف تحقق ثروة بهذه الفكرة السخيفة؟ كيف لا تحقق ثروة بمثل هذه الفكرة الرائعة؟ في البداية لم نعرف ماذا نفعل بالمال. فقرنا في دفنه أو تمزيقه أو حرقه، وفي النهاية قررنا التبرع به. شرفتنا يا سيدي. سأعود في الصف. لا أصدق هذا، يجب أن أرى بنفسي. احترس يا فتى، لا يهمني كيف تتلهف على البرجر الجميل، انتظر في الصف مثلنا. كل هذا الصف؟ أين صاحب هذا الرقم المحظوظ؟ لم يدخل مطعمي هذا العدد الضخم من الزبائن مطلقا. تفضل يا سيدي، كن جميلا. مستر سلطع، هل هذا أنت؟ سأحتفظ أنا بهذا المطعم الصغير، وفي المقابل بدلا منه سأعطيك مقرمشات سلطع مع شفيق والشواية وصرير الخيار. أنت متأكد يا مستر سلطع؟ ها هو مفتاح مقرمشات سلطع، إنه لك الآن. أشكرك. ماذا أفعل الآن يا سيدي؟ اذهب إليه يا فتاة، إنه في انتظارك. مرحبا مع البرجر الجميل، أين نقودكم؟ نريد استرداد نقودنا. نريد نقودنا. البرجر الجميل السخيف جعل وجهي أرجوانيا. انظروا من يختبئ في ملابسي. انظر إلى لساننا. وما مشكلتك؟ نريد استرداد نقودنا، 46,850 ورقة. أين ذهب؟ يا مفتاحي، أين مفتاحي؟ سبونج بوب، سبونج بوب، دعني أدخل. سبونج بوب، سبونج بوب، افتح لي. سبونج بوب، النجاة، النجاة. أهلا بالصغير. كيجي 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 كو. أوه، أليس جميلا؟ لنلعب معه. 998,999,000. مستعدون أم لا؟ أنا قادم. عثرت علي. أنت هنا. وجدنا. الصديق صديق مهما طال الطريق، للنهاية لا يغيب، يبقى دوما قريب، لا يتركك وحيد، كن معي فنحن أصدقاء. أصدقاء. فنحن أصدقاء. فنحن أصدقاء.
ثم سنلعب اللمسة وسنبني بيوتا من البطاقات. عدنا يا دودي. دودي دودي دودي، أين دودي؟ ما هذا الشيء؟ لابد أنه في الداخل. أعتقد أن مكروها أصاب دودي. ترك شريط أفضل صاحب. ما هذا الشيء؟ لا أعرف يا بسيط، لكن أيا كان لابد أنه التهم دودي. لماذا يحدث هذا لي دائما؟ بسرعة يا بسيط، يجب أن نهرب. بسيط يسد علينا المخرج. ماذا الآن؟ نحن محبوسان مع الشيء الذي انتهم صاحبنا. لا داعي للهلع، يجب أن نبقى معا. تذكر، اثنان ضد واحد، صح يا بسيط؟ بسيط انتهم. بسيط بسيط، أنت حي حقا؟ بسيط، لن نترك هذا الوحش الرهيب في منزل ساندي، قد يلتهم الحيوانات أو أسوأ، قد يلتهم الباقين. لا، قد يلتهم ساندي، يجب أن نخرجه. نجحنا يا بسيط، ستفقر بنا ساندي. طردنا الوحش الرهيب من منزلها، والأكثر من هذا حيوانتها في أمان من الوحش الذي يتجه نحو مقرمشات سلطة. اهربوا جميعاً. إذا لم نحذر الجميع من الوحش. من ماذا؟ المكان، أين ذهب الجميع؟ مرحبا يا دودي، لقد تطورت قبل مواعدك. هذا هو مكانك المناسب. أهلا سبونج بوب. أمسكت ساندي بالوحش. لم أعرف أنهم سيفتقدونني، ربما يجب أن أسافر مرات أكثر. انتظر، إذا توليت أنا الخزينة والمطبخ ماذا ستفعل أنت؟ عندي أعمال إدارية هامة يجب أن أنجزها. إلى اللقاء. حسناً يا شفي، تفوقت على نفسك هذه المرة، يوم استرخاء وهدوء رائع، ولكن بأجر. أشعر بالأسف تجاه المسكين سبونج بوب وحده في المكان. سيعتاد الأمر، لا بد أنه واقف عند الخزينة وابتسامة بلهاء على وجهه. هاي سبونج بوب. أهلا بسيط. هاي سبونج بوب، هل أعطيتني فكة قرش؟ لا مشكلة.
تفضل. شكرا. نسيت أن أعلمه عن الفكة. سبونج باب. أهلا شفيق، أنجزت مهامك؟ لا لم أفعل، لقد تذكرت. أريد فك هذه العملة الورقية. هل تريد 4 عملات أم 10 أم 20 أم 100 قرش أم 1¾ و7 عشرات و10 قروش أو إذا أعطيتني؟ حسنا، باي باي. هذا رائع، عطلتي. لا توتر، استرخاء فقط. أنا المدير، أستحق هذا. سيكون كل شيء على ما يرام. لن يذهب العملاء إلى المطعم اليوم، سيشعر بالملل وحده هناك. سبونج باب ملول. أشعر بالملل. ما الذي أفعله؟ أضيع وقت الاسترخاء الثمين، هذا ما أفعله. أنا لا أصدق، ما احتمالات أن يحرق سبونج باب مقرمشات سلطة؟ هل أنجزت المهام؟ 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 هذا المهام؟ هل أنجزت المهام؟ لا لم أنجز هذه المهام ولن أنجزها أبدا. كف عن التحقيق معي. سبونج باب يتجسس علي ليتأكد أنني أنجز المهام، لكنه ترك موقعه. أمسكت به يفسد الأمر. أمسكت بك يا سبونج. نبات. ها هي البطة التي طلب مني مستر سلطة شراءها. انتظر حتى يعرف مستر سلطة عنك. مرحاض. ستفقد عقلك يا شفيق، اهدأ. إذا تركت الأمر يزعجني سأعود راكضا إلى مقرمشات سلطع، وسأندفع من الباب الأمامي إلى الصداع الأصفر سبونج باب، وسيقول لي: أهلا شفيق، هل أنجزت المهام؟ أعرف أنك هنا. إنه يتجه نحو المطعم. سأسبقه إلى هناك. أمسكت بك. لم تتوقع أن أعرف أنك كنت نباتا خارج نافذتي أو مرحاضا في حمامي، ثم دخلت في حوض الاستحمام ثم سبحت في المصرف وسبقتني إلى هنا إلى المطعم. هل هذا يعني أنك؟ نعم يا سبونج باب، لقد أنجزت كل مهامي. أعتقد أنني أريد أن أعود إلى مكاني عند الخزينة. أريد حقا. إذن يجب أن تضع هذا. يا شفيق، أتعرف؟ انظر، نسينا أن نقلب لافتة مغلق إلى مفتوح، وكأننا أخذنا اليوم كله عطلة. انتبه جيدا يا بسيط. حسنا، تأخذ طرف الرباط في يد ثم تلفه في هل متأكد أنك تعرف؟ بسيط، انتظر، ربط الحذاء يتطلب الهدوء. حسنا، أين كنا؟ حذاؤك ليس مربوطا. لا، يبدو أنك لا تريد أن أعلمك. آسف، لن أقاطعك. وجدتها، القاعدة الأولى في ربط الحذاء هي البدء بالقدم اليمنى. سيبدأ الدرس الآن رسميا. Thank you.
من المزاح. وجدتها. ماذا حدث؟ هل أنت بخير؟ ألم تتأخر على موعدنا؟ يا خبر، أنت محق. سنؤجل الدرس باي سبونج بوب. لا أصدق أنني نسيت كيف أربط حذائي. إنه مربوط منذ سنوات طويلة جدا. لا مشكلة، سأتذكر فيما بعد. لأنني مستعد. هل علمتني كيف أربط حذائي؟ زعانف؟ علمني كيف أربط حذائي. أتمنى، لكن للأسف أنا أنقليس. هل علمني أحد كيف أربط حذائي؟ أنت 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 علمني ربط عقدة. هل علمتني ربط عقدة؟ علمني ربط حذائي. هل علمتني ربط حذائي؟ أنا فقط لوحة لرأس. هل علمني أحد ربط عقدة حذائي؟ هل قال أحد عقدة؟ أنا. إذن تريد ربط العقد. حسناً، هل تريد؟ نعم، من فضلك يا مستر. إذن جئت إلى الشبح المناسب يا فتى. أنت تنظر إلى الفائز في مسابقة العقد الرائعة على مدار 3000 سنة. توقف عن هذا وقف عن التحديق في بعينيك الواسعتين. الآن تراجع وراقبني أربط العقدة. انظر، العقدة المتشابكة، العقدة المزدوجة، العقدة المربعة، عقدة العص، عقدة الشد، عقدة الوسادة، عقدة الفراشة. عقد رائعة يا مستر هولندي. والآن هل علمتني ربط حذائي؟ لا أعرف ربط الأحذية. لم أضع حذاءً منذ 5000 عام، لكن أحياناً أضع جورباً على ذيل الشبحي. سريع، مستحيل، يمكنك ربط الأحذية؟ لا أصدق هذا، كيف تعلمته؟ لكي تربط الحذاء لا يحتاج الأمر ذكاء. استرخي وكن صبورا. والآن عقدة تحت الماء، نخوض طرفي الرباط وبهمة ونشاط، نعقدها بإتقان وتمشي بأمان. للأمام للخلف، يسار يمين، تبقى العقدة بشكل متين كالأرنب أو كالهدية. قم بالعقدة وهي انطلاق، نعقدها بإتقان ونمشي بأمان. نعقدها بإتقان ونمشي بأمان. هذا الصوت مثل صوت، إنه صوت النقود. إلى أين تذهب يا صغيري؟ مستر سلطة، انتظر، من فضلك انتظر. لا شيء يقف بيني وبين الوصفة السرية الآن. أحب المسح، أحب المسح. مستر سلطة، أمسح الأرضية. أهلا سبونج بوب، هذا أنا مستر سلطة بشحمي. أقف أمامك هنا، لا أحد هنا غيرنا. أرى هذا يا سيدي. يجب أن نناقش أمر الوصفة السرية. هل هذا مايكروفون؟ ماذا؟ هذا صحيح، يجب أن أغسل القميص.
حسنا هيا أخبرني الوصفة السرية. سيدي لم نتصافح المصافحة السرية. نعم هيا بنا نتصافح. لا نتصافح بأيدينا، هل نسيت؟ نعم لما لا تبدأ أنت؟ نقف على قدم واحدة، نوازن كوب حليب بالشوكولاتة على رأسينا، وننشد نشيد قاع الهامور. يا قاع الهامور نقول إننا ممتنون وأيضا مخلصون، نحن نحبك بجنون. وقت الوصفة تقريبا بعد 6 ساعات ونصف. نعم المكرونة لذيذة جدا. كوفتة المكرونة في الأسفل. رافيولي القاعه هو الأفضل. حسنا أخبرني الوصفة السرية. لا آسف لا أستطيع يا مستر سلطة. فعلنا كل ما طلبته، اتبعت كل القواعد، التهمت 100 قطعة حلوى للقصوص بمصة. لماذا لن تعطيني الوصفة؟ أنت طلبت مني ألا أتحدث عن الوصفة، طلبت مني الاحتفاظ بها في زجاجة. ها هي يا شمشون برفقني الآن. لا كيف تفعل هذا يا سبونج بوب؟ تعطي الوصفة السرية لهذا المزيف؟ لا تنصت إليه يا سبونج بوب، تذكر رافيولي أعطي هذه الوصفة لي. سبونج بوب لا تنصت إليه، أنا مستر سلطع الحقيقي. لا تنصت إليه، من الواضح أنه آلي. إذا كنت أنا آليا وهذا غير صحيح، على الأقل أنا متناسق، لست مجرد خردة من المعدن. من الذي تناديه بالخردة؟ سلطع إلى أن أعرف من منكم مستر سلطة. لا أحد يتحرك ولن يتأذى أحد. الصلصة، احترس من هذا الشيء يا فتى. أنا الذي سأتحدث هنا، سأوجه إليكم الآن بعض الأسئلة، وحده مستر سلطة الحقيقي يعرف إجابتها. لا بأس. السؤال الأول، متى يفتح مقرمشات سلطة؟ 9:30. ممتاز، نقطة لك يا مستر مزيف. لكن أنا مدير برنامج المسابقات، أنا أوجه الأسئلة، وإذا كان هناك من يعترض فهو أنا. حسنا السؤال الثاني، ما سعر سلطة برجر؟ 2.99. يوم الأربعاء 99 قرشا. نقطة أخرى، بدأت تبدو مزيفا يا رجل، يجب أن تتوتر، هذا لا يعرف إجابته إلا مستر سلطع الحقيقي. إذا كنا نناقش الوصفة والطقس ليس ممطرا بعد أن نتغرغر بحلوى الفانيليا، ماذا نفعل؟ هذا سؤال سهل، نفعل فقط لنرى، إذا كان شهر يناير فنعمل نسيب. انتظر سبونج بوب، امنحني فرصة أخرى. الوداع يا سلطع المزيف، باي باي. كنت أعرف أنه أنت يا مستر سلطع، تفضل. أشكرك يا سبونج أحمد. لا تنسى قرش الحظ. لا هذا يوم سعدك. تم تشغيل خاصية الدمار الذاتي، 10 ثوان ويبدأ الانفجار. دمار ذاتي بعملة، فكرة سيئة مني. باي جدتي، شكرا على التوصيلة، شكرا يا شفيل. أليس رائعا؟ الجميع مزاجهم رائع. أكره أن أواجهك بالحقيقة، إنهم يسخرون منك لا يضحكون معك. هل فعلت شيئا مضحكا؟ جبهتك. جبهتي مضحكة؟ يا حبيب جدتك، قبلة. لا أنتم مخطئون، لا عيب في تلقي القبلات من الجدة. لا خاصة إذا كنت رضيعاً يضع حفاظاً ويمص إصبعه ويلعب بالدمى ويضع رداءً ذا أقدام.
ويحمل بطانيته في كل مكان. هذا يكفي. لا تحزن يا سبونج بوب، أعرف شخصا ما زال يحبك. حقا؟ أنت يا شفيق؟ لا، جدتك. نحتاج الآن أن نزين كعكة النضج. ربي هؤلاء الصغار منذ فترة. سوالف. أهلا سبونج بوب، مفاجأة سارة. تعال يا حبيبي وأعطي جدتك قبلة كبيرة. آسف يا جدتي، فليتوقف التقبيل. واجهها بالحقيقة يا سبونج بوب، لا مزيد من معاملة الصغار. إنه محق يا جدتي، التقبيل للصغار، ولست صغيرا، أنا كبرت، هذا أمر طبيعي. أوه، أتعرف أنت محق تماما. حقا؟ أعني بالتأكيد. اطمئن، لن تعامل كصغير في هذا المنزل بعد اليوم أبدا. يسعدني تفهمك للأمر. حسنا، لقد حسمنا الأمر، لكن ماذا أفعل بكل هذا الكعك الطازج؟ آسف يا جدتي، نحن الكبار لا نلعب دورا في استهلاك الحلوى. صح يا بسيط. لقد حان وقت غدائي، الكبار أيضا يتناولون الطعام، هذا سيفي بالغرض. صفة يا سبونج بوب، أنت لا تريد طعام الصغار. ما رأيك في قطعة شعاب مسلوقة؟ أوه نعم، رائع. مغذي. وقت القصة. أحبها. وقت القصة، وقت القصة، وقت القصة، وقت القصة. ستعجبك يا بسيط، إنها قصة رائعة عن قزم بحري عجيب. سبونج بوب، لن يعجبك كتاب الصغار، خذ هذا، إنه الدليل الفني حول الصيانة الدورية. رائع، نعم مدهش. سأذهب الآن، أنا لدي أعمال كبار كثيرة أقوم بها. إلى اللقاء. أشكرك على مجيئك يا سبونج بوب. لا أريد أن أكون ناضجاً، أريد كعكاً وحليباً، أريد سترة مطرزة بالحب، أريد أن أضع حفاظاً، أريد اللعب بالعربة، أريد أن أحتضن دميتي مستر ستافي كيدز، أريد أن أتأرجح فوق فرس البحر، وأريدك أن تقبلي جروحي. سبونج بوب، سبونج بوب، سبونج بوب. لا يجب أن تكون صغيرا كي تحصل على حب الجدة. حقا؟ هذا أكيد، مهما كنت ناضجا ستظل حبيبي يا حفيدي الصغير. وتذكر، يمكنك تقبيل جدتك وتكون ناضجاً، تفضل. أشكرك يا جدتي.